السلام عليكم ورحمة الله إخوتي، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله بغيت نقول لكم واحد المشهد عن المسكن ديالنا، ومشي المسكن ديالك وانت حي، وإنما المسكن ديالك وانت ميت. ها هي يا إخوتي المقبرة. وما أدراك ما المقبرة؟ كما تشاهدون القبور، ها هم أموات، ها هم تشاهدونهم أموات، ها هما لا نرى ماذا يحدث ولكن نرى هذه القبور يا إخواني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه القبور: إما معذبة أو منعمة، فمن منا يدري؟ فمن منا يشاهد ويعلم؟ من منا يعلم من هو المعذب ومن هو المنعم يا إخواني؟ فلماذا لا نتقي الله جل وعلا في أنفسنا ونعلم بأننا في هذا المكان سنوضع، وهكذا سيحدث معنا جميعا، سنهجر في هذه القبور، سنهجر في هذه القبور، فمن يعلم حالنا؟ إنه الله جل وعلا يا إخوتي، الله الذي يعلم أحوال هؤلاء الناس. فلماذا لا نعد لهذا المكان؟ فلماذا لا نعد لهذا المكان ونستعد له، ونعلم أننا سنوضع في هذا المكان المهجور؟ فلا يعلم حالنا إلا الله، فلن يبقى لنا إلا الله، فلا يرحمنا إلا الله. فهل نحن أعدينا واستعددنا لهذا المكان؟ لأنه مكان الوحشة، مكان الوحدة، المكان الذي فيه نعيم وفيه عذاب. إخواني، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لتسمع أصواتهم. نعم، الله سبحانه وتعالى رحمنا الله جل وعلا، إذ لا نسمع أصوات المعذبين في قبورهم. لو سمعناهم يا إخوتي، لو قتلنا أنفسنا. إخوتي، شاهدوا هذا المشهد، وتذكر يا أخي بقلبك، واعلم أنه سيأتي يوم من الأيام، قد يكون بعد ساعة أو بعد دقيقة أو بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة أو سنتين، لا يعلم هذا إلا الله، يكون مكانك في هذا القبر. فهل ستلقى الله ويكون الله عنك راضي؟ أخي، إذا كنت في ظلم فاتق الله وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، واعلم أنك ستوضع في هذا القبر. ها هو قبر مهجور، فمن يأتي إليه؟ من يزوره؟ ولو زاروك بماذا ينفعوك يا أخي؟ ها هما في دار الجزاء وأنت في دار العمل. فاستعد واعمل لمثل هذا، إنك ستلقى الله جل وعلا وستوضع في هذا القبر. اعلم أنك ستحاسب على كل كبيرة أو صغيرة. فهل نحن نعمل الصالحات لنحاسب حسابا يسيرا، أم نعمل السيئات؟